طبعا سعيد جدا ان انا في وسط عيلتي واهلي وابني محمد مرجان ده ضابط كان معايا واحنا في جهاز امن الدوله، كان ضابط متميز بكل حاجه. انا لسه بقول له ربنا يبارك في والدك اللي هو رباك التربيه الراقيه دي. في نقطه مهمه عايز اقولها، هو المكان ده كان مكان حماه في يوم من الايام ضفتي لرحمه الله العاطف اللي هو عاطف رزق، توفى شاب صغير لكن كان برضو ايامه كانت ايام كلها جمال. يعني ربنا ان شاء الله يجعل في توفيق في حليفه، ومحمد يبقى نادي وقته في قمة الجمال يعني، وخاصة الطرح اللي كابتن وحبيبنا كلنا محمد الخطيب طرحه بان هو الاستاد هيبدأ فيه وهيبدأ في مستشفى، وده قمة العمل الاجتماعي العالي جدا اللي يبقى مشجعي النادي الاهلي ليهم او مشترك النادي الاهلي ليهم مستشفى خاصة بيهم، على الاقل يبقى عارف هو في وقت من الاوقات لو احتاج اي حاجة هيروح للمستشفى بتاعة عيلته يعني. طبعا انا بحييكم طبعا على اعادة المحطتين اللي وضعها ورونقها، وخاصة بعد اذاعة ماتش الاتلتيكو مدريد، والناس كلها بدأت تنتبه للمحطة دي بعد الاهمال الشديد اللي كان فيها. بنقول للمشجعين وبنقول للمشتركين في النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، ادينا كلنا مع بعضينا ان شاء الله، وكله بيعود في الاخر لمصر، لان النادي الاهلي ده بيشكل كتله كبيره جدا من البشر والمشجعين والمحبين. انا افتكر لسه محمد بيبي فكرني ان انا كان ليا اختيار لعنصر من عناصر الكوره في النادي الاهلي وهو اسلام محارب. فعلا انا كنت محافظ كفر الشيخ، والناس هناك اللعيب او المسؤولين الاداريين عن النادي بتاع كفر الشيخ نبهوني، لانهم كانوا يعرفوا علاقتي جيده جدا بحسن حمدي ومحمود الخطيب والمجموعه كلها والله يرحمه طارق سليم. فقلت لهم، بلغتهم انه في ولد يعني ان شاء الله ليه مستقبل كويس في الكوره اسمه كذا، تعالوا شوفوه. جم فعلا عملوا ماتش في كفر الشيخ وبتاعه، وشافوا الولد وهو بيلعب وشافوا مجموعه واختاروا، وكان اختيارهم موفق الحمد لله. ندعو الله ليه بالتوفيق في الماتشات الجايه باذن الله. النادي الاهلي احنا متوقعين له بقى في المرحله الجديده الجايه الازدهار والسمعه العالميه، ويبقى كده كلنا فرحانين بالنتائج بتاعته سواء الافريقيه او طبعا المحليه من باب اولى، ويبقى النادي ياخد الصوره الجميله اللي كلنا بنسعى ان احنا نشوفه فيها. ندعو الله بالتوفيق للجميع باذن الله. النادي الاهلي ده مشجعه لسه، بقول لهم ان انا كنت زمان طفل صغير وكان معايا محرم الرغب الله يديله الصحه ويبارك فيه، وكنا بنيجي هنا حمام السباحه بتاع وزاره التربيه والتعليم، كان ما كناش كملنا 10 سنوات، فكنا بنيجي ونيجي نحاول على نتفرج على الكوره بقى جوه النادي الاهلي والاسماء الكبيره قوي اللي كانت موجوده. الواحد لما كبر وسمع بيهم برضو الواحد كان استغرب ان احنا ليه دخلنا النادي ده وليه يعني شجعناه. كانت القيم موجوده فيه وراثخه من زمن كبير جدا، احنا جينا لقينا الناس دي حطت القواعد السليمه اللي الناس على اثرها. الاهلي كان له نكبه كبيره قوي في الستينيات كبيره جدا يعني، وراح بقى زعلان، لكن ما كانش بايد الولاد ولا بايد اللعيبه بتوعه، كان يعني في ظروف كده مرت بيها النادي، وكان مطلوب ان هو ما ياخدش القمه دايما يعني. كان ساعتها هو الوحيد اللي واخد الدوري وما فيش حد تاني غيره، وبعد كده لقينا بقى في حاجات كتير، لكن المنافسه الشريفه اللي من الانديه الاخرى، وانا يعني الواحد حزين على نادي كان جميل جدا وكان ليه دور كبير جدا في الكره المصريه وهو نادي الترسانه. نادي الترسانه ده كان نادي من الانديه العريقه اللي ليها اسم ليها رهبا من الانديه كلها، والاسماعيلي طبعا بمجموعته الجميله القديمه. فندعو الله الجميع بالخير ان شاء الله.